مشاهدينا الاعزاء، هنا وصل ختام برامجنا مع ليث زرقاني، ومعنا ضيفنا اخر وهو ناصر تامر عبيات، وننتظره لا يكون اتصال معه. مشاهدينا الاعزاء، كما وضح لنا استاذنا ليث، والقوانين الدوليه تسمح للقضيه الاحوازيه ان ترسل تقريرا للامم المتحده لحقها في تقرير المسيره، ومطالبه الامم المتحده ومطالبه العالم العربي والاسلامي بالاعتراف بحق الشعب العربي الاحوازي في تقرير مسيره وايصال صوته للعالم وبناء دوله الاحوازيه المستقله باذن الله. قريبا ان شاء الله سترون هذا الشيء وانجاز هذه القضيه الاحوازيه على يد ابنائكم وابناء الاحواز، وهم في المهجر مطالبين ليلا ونهارا المنظمات الدوليه ايضا والمؤسسات الدوليه والامم المتحده، ويرسلون تقارير عن جرائم الاحتلال الايراني بحق المواطن الاحوازي، بحق السجين، بحق الشهداء التي استشهدوا في زنزانات المخابرات الايرانيه. هذه التقارير سوف يوميا تصل الى الامم المتحده، والقضيه الاحوازيه اصبحت قضيه معترفه بها اقليميا ودوليا من مؤسسات ليس حكوميه ولكن مؤسسات حقوقيه كمؤسسات حقوق الانسان او منظمه عفو الدوليه او الاتحاد الاوروبي، كما وضح قبل اشهر وندد هذه الاعتقالات وندد هذه الاعدامات في ايران بحق المواطن الاحوازي. نعم مشاهدينا الاعزاء، كما تعرفون القضيه الاحوازيه اصبحت قضيه مكشوفه دوليا، وخلصنا من مرحله تعريف القضيه الاحوازيه واصبحنا لمطالبات دوليه ايضا ان شاء الله عن قريب. مشاهدينا الاعزاء، هنا ننتظر ضيفنا ناصر تامر عبيات يلتحق بنا. موجود معي استاذ ناصر؟ نعم، لحد الان ما ارتبط الخط بالاستاذ ناصر تامر عبيات. نعم مشاهدينا الاعزاء، كما تعرفون القضية الأحوازية أصبحت قضية هامة في الساحة الدولية والساحة الإقليمية والعربية. هناك شعوب العربية بدأت أن تتحرك اتجاه القضية الأحوازية، مؤسسات غير حكومية في الخليج العربي بدأوا أن يتحركون على القضية الأحوازية ويتكلمون عن القضية الأحوازية وعن مأساة الأحوازيين. يوميا هناك تقارير تخرج عن تلك المنظمات، منظمة حقوق الإنسان البحرينية، منظمة حقوق الإنسان الخليجية، وأيضا منظمات اخرى بدات تتكلم، وقنوات العربيه ايضا بدات تتكلم عن القضيه الاحوازيه وبثها عن الاحواز وعن اخبار الاحواز وعن مناضلين واستضافتهم مناضلين احوازيين على قناه عربيه، قناه وصال، قناه برهان، قناه صفا وقناه اخرى. هاي هي دليل على اهميه القضيه الاحوازيه على الساحه العربيه اقليميا ودوليا. مشاهدينا الاعزاء، ننتظر ما زال يرتبط الخط مع استاذ ناصر. موجود معي استاذ ناصر؟ نطلب من الاستوديو ان يرسل الصوت لضيفنا الثاني. نعم مشاهدينا الاعزاء، نوضح لكم بان قناه الاحوازيه ابوابها مفتوحه لكل الاحوازيين المناظرين في المهجر، ضافتهم على قناه الاحوازيه مستمرين وبانتظار ان يعني التقارير تخرج من المناظرين الاحوازيين في نهايه عام 2012، كي نوضح لكم اهميه قضيه الاحوازيه في عام 2012 وما هو الانجازات التي حققت من قبل ابنائكم واخوانكم في المهجر ووصولهم الى المؤسسات الدوليه. وان شاء الله سنستضيف الاسابيع المقبله باحوازيين ضيوفنا، ونوضح لكم اهميه قضيه الاحوازيه في عام 2012 ومدى استطاعوا الاحوازيين ان ينجزوا انجازات كبيره على الساحه الدوليه. استاذ ناصر معاي؟ الاستوديو لو سمحت ضيف الثاني، يعني نعم مشاهدينا الاعزاء، نوضح لكم بان الحلقه الثانيه من قناه الاحوازيه ان شاء الله بعد نصف ساعه تكون مع ضيف استوديو ثاني وهو استوديو كندا، سيكون معكم رفيق ابو شريف الاحوازي، وسيوضح لكم حول اهميه هذه الفيلم الوثائق التي حصل عليها المركز الاعلامي للثوره الاحوازيه، وهي جريمه بشعه بحق مواطن احوازي. معي استاذ ناصر؟ اي نعم خويا انا معك. حياك الله استاذ فاضل، تاخرنا بالارسال الصوت لك ولكن الحمد لله ان قدرنا نربط الاتصال معك. استاذ ناصر، اهميه القضيه الاحوازيه اصبحت مكشوفه اقليميا ودوليا. ما هي اسباب والدوافع وراء تسميه الشعوب الغير فارسيه في خارطه ايران بالاقليات من قبل النظام الحاكم في ايران والمعارضه في الخارج؟ نعم اخي، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي بالبدايه ان
أقدم جزيل الشكر إلى حضرتك وإلى كادر قناة الأحوازية وأيضا إلى كادر قناة جوناز المحترم، وأيضا تحية طيبة إلى مشاهدينا الأعزاء من خلال هذا المنبر. مثل ما تفضلت يا أخي، السؤال جدا وجيه وجدا جيد، والسؤال هو لماذا لم يسموننا باسمنا الحقيقي وهي الشعوب الغير فارسية وليس الأقليات والقوم؟ فهو هذا الدافع سياسي وراء هذا التسمية. الآن نحن نعرف بأن هناك تعريفات موجودة محترف عليها ما هو الشعب وما هو الأقلية. فالشعب في التعريفات المحترف عليها دوليا هو مجموعة من الأفراد يعيشون في إطار واحد من الثقافة والعادات ضمن مجتمع واحد وعلى أرض واحد. ومن الأمور المميزة لكل شعب هي طريقة تعاملهم والشكل العلاقات الاجتماعية التي تتكون في مجتمعات هذا الشعب. هذا التعريف ما هو الشعب. أما الأغلية لديها تعاريف، أيضا تعريف الأغلية اللي متفق عليه بين في التعاريف لعلم الاجتماع هو مجموعة أشخاص أغلوا عددا من باقي سكان الدولة وفي وضع مهيمن وممتلك خصائص إثنية أو دينية أو لغوية تختلف على باقي السكان.